حاولنا نسكر الملعب، نقدر نخترق ثغرات نادي الاتحاد. فريق بطل دوري بمعنى الكلمة أدى عليه المباراة مثل ما شفتوا، يعني أكيد عم تلعب مع بطل دوري إلى ظروف معينة، إلى عم تلعب بأرضه، فريق ما له خسران ولا مباراة، وجيد ومنظم، فريق بيلعب بشكل جيد، عنده لاعبين عندهم حلول. نحن قدرنا بالشوط الأول نسكر هاي الحلول، لعبنا مباراة بالشوط الأول، حتى بالنص الثاني للشوط الثاني مباراة تكتيكية على مستوى عالي بصراحة. هن فريق عندهم حلول، قدروا يلاقوا هذا الحل. أول شيء بالطابة الأولانية كانت غلطة مدافع، هذا الهدف الأول فتح لهم المجال. الهدف الثاني مثل ما شفتوا يعني من كرة مباشرة لأنها تحولت، كان في غلط من لاعبنا، عدم تركيز بآخر 10 دقائق، يعني هو اللي سبب صاول فيه فارق. عم تلعب مع فريق بطل دوري بالنهاية، بقول له مبروك وهارد لك. لأننا نحن بنستحق 3 نقاط، نحن ماشيين بسكة انتصارات إن شاء الله بإذن الله. نحن إن الدوري وماشيين بسكة انتصارات، وأخواتي كلهم رجال، ما قصر كادر واللعيبة كلها رجال، إن شاء الله بنهدي الفوز لجمهورنا الكبير. ما هو يعني طموحنا بطولة الدوري بس، طموحنا إن شاء الله إنه ما نخسر أبدا، طموحنا كبير. نحن الحمد لله رب العالمين، الله كرمنا. الحمد لله رب العالمين، الله كرمنا بثلاث نقاط وهذا هو بدنا إياه. خطوة خطوة ننهي إن شاء الله الدوري ونحتفل فيه إن شاء الله. أخواتي اللاعبين كلهم كانوا كويسين ورجال. الشوط الأول ما توفانا، الشوط الثاني الحمد لله سجلنا ونهينا المباراة، الحمد لله رب العالمين. هالمرة بدي أبلش دائما نحن نتشكر جمهورنا، صح ما موجود على المدرجات بس محملنا عبء كثير كثير كبير. نضل إن شاء الله نكون مفرحين ونضل إن شاء الله على الوعد. بنتمنى ان شاء الله نحتفل نكون مع بعضنا باذن الله تعالى بجمهورنا الغالي علينا. ثاني شيء مثل ما شايفين مجريات المباراه، دائما نحن عم نحكي الشوط الاول الفرق كلها بتلعب عليها دفاع منطقه وهجمه مرتده، مسكرين منطقتهم، حاولنا نحن نخترق على الاطراف ما كنا بيومنا. الشوط الثاني صار في تبديلات الحمد لله رب العالمين، اللاعبين نزلوا كانوا قد الحمل، واللاعبين طلعوا ما كانوا بيومهم مثل ما حكينا. اللعبة كانت واقفة على هدف الحمد لله رب العالمين، وقت الجول كان كتير مناسب، والجول الثاني هجمة مرتدة كمان كتير مناسب. اللاعبين رجال، اللاعبين أبطال، نصبر عليهم وإن شاء الله المستقبل لهم لنادينا.